لا، شربت مي كتير، مو بصير يا روحي. حياة، يلا أنور كول، شبك؟ خلصنا بقى، كلكن ما بتفهموا بالأكل، خلص فهمت، الأكل ما عجبكن. مو بهالصيغة هي. ليكي، هو الأكل طيب بس نحنا مو كتير جوعانين. خلص لكن اتركوا الأكل، مو مشكلة، اطلبوا لي كباب لشوف. من الأول هيك؟ متنا من الجوع؟ هيك ها، اطلبوا عن جد اطلبوا لأنه ما في أطيب من الكباب. أنا بدي سندويشة ونص واثنين لحم بعجين لو سمحت. وعيران زوجي حياتي، أنت عندك رقم مطعم كان دائماً يعمل كباب وشرحات لحم؟ إيه صح، رقمه معي، هلأ بتصل ونص ساعة بيصل يا مرتي. ايه وشو ناطر؟ اتصل، انا متت من جوعي. طيب بعتقد انه الموبايل بغرفتي. وقف، انا قايمة اصلا، ما في داعي تتعذب يا صهري. انا رايحة اشوف بيسان ليش طولت كل هالقد بالحمام، خايفة يكون صار لشي. وين قلت اللي حاطه للموبايل؟ فوق بأوضتي. اوكي. برافو عليكي، خوفتيني. شو حساسي عن جد؟ معقول ما حسيتي علي وأنا فايتة لهون؟ ما حسيت، عم اشتغل جاسوسي مو منتبهة. تخيلي إذا كان بدالي مراد، شو بتعملي؟ بتقولي له عم اشتغل جاسوسة كمان؟ أسيل إذا بتريدي ماني ناقصتك، عنا مشكلة مو سهلة أبداً، الموبايل مسكر وصعب فتحه. حطي يوم اللي ولدت حياة، يعني أكيد رح يكون هذا الرمز مزبوط؟ جربت وما زبط، ضل عنا بس فرصة. ايه شو رأيك انه بعدين نجرب؟ هاتي الموبايل خلينا ننزل. روقي دقيقة، رح يمشي الحال. شوي مجاي. أسيل، بيسان، لقيتوا الموبايل؟ شو مراد اجى لهون لك؟ شو بدنا نعمل هلا؟ قولي يلا بسرعة. تعي تعي من هون. لا من هون من هون. خلص بقى، خبيه تحت التخت بيسان فورا. يلا أسيل، بيسان. وينهم هدول؟ إن شاء الله ما يجي على الحمام. ألف الحمد لله، شكلنا نفرنا. لك ما قلت لك تخبيه للموبايل، حطي صامت. يلا بسرعة ولك عجلي، يلا فصليه عجلي، فصليه فصليه. هي هي لكي، شو مكتوب؟ لك فصليه هلا، خلصيني أطفيه أحسن ما يجي مراد يبهدلنا. عجلي عجلي يا ربي. لا شو ها؟ نناتكم بالحمام؟ مراد؟ هو نحن بيسان. خلص أنا رح أقول له. رسي برجنون، والله رح أقول، لأنه ما عاد في شي يتخبى بنوب. بس حك تحكي شي. مجبورة أني أقول له. بلا أحكي. بيسان عنده فوبيا من التواليتات. بصراحة هي من زمان بتخاف وبترتعب، بس هذا الشيء مو بإيدها بنوب. معقول؟ من شو بتخافي؟ ما بعرف شو بدي أقول. ما بتقدر تعملها لحالها. لازم يكون في حدا مع جوا، وهالشي بيضحك. يعني هالشي مو بإيدها. تعرف ليش؟ لأنه من زمان طلعت لي فارة من التواليت وأنا صغيرة، ومن يومها بخاف كتير. هاد شي واقعي، يعني صحيح كبرت بس لهلأ مو قدرانة تنسى القصة، يعني حاولت وما قدرت. شو فيني أعمل؟ ولا شي.
مراد ما رح تقول لحدا، مو هيك؟ يعني أنا بخجل كتير من الموضوع، ما بدي حدا يعرف. حتى حياة ما بتعرفه. طيب ماشي، ما رح أقول لحدا، اطمن. أوكي، شكرا كتير إلك، عزبتك معي أسيل، أنا آسف. نحن رفقات لازم نوقف مع بعض. طيب فيني أخذ الموبايل؟ إيه كنت نسيانه بالحمام. يلا اطلبوا كباب لأني متت من الجوع، صار لي من الصبح بلا أكل على فكرة، تخيل. وأنا كمان جعت كتير. برأيك مشيت عليه؟ انت كيف بتقولي هيك شي يا مجنونة؟ ما خطر ببالي غير انه كذب هالكذبة. مراد ما بتمشي عليه هيك كذبة ابدا. والله؟ وليش انت ما تشاطرتي وحكيتي؟ خلصنا بقى فهمنا، يعني انا عرفت شو اسم البنت وهذا المهم. اي صح، اسمها زهر. امشي يلا. وينو مراد لكان؟ اي خلص، انا عن جد رح جن، شو الموضوع؟ ولا شي، مراد عم يحكي على التليفون هلا بيجي. شو حبيبي؟ لشو جاكيت؟ هون ما في برد كتير حياتي. أنا بدي أطلع هلا. شو؟ ما في حدا يوصل الكباب لهون؟ خلص أنا وأنور منطلع. يلا الطلب رح يوصل بعد نص ساعة، بس أنا مضطر كتير أطلع، صحة وهنا. أنا جاي معك. لا لا أنت عود، بدك توصل الصبايا. مراد؟ شو يا قلبي؟ لوين رايح بهالليل؟ يعني شو القصة؟ مو عيب تترك الضيوف وتروح؟ معلش ما في حدا غريب، بعدين انتي بتكفي وبتوفي بغيابي يا مرتي. يلا صحتين وهنا سلفاً. المي. أنا قايمة، رح روح جيب من المطبخ، رح أقوم جيب مي. يلا رح أجي معك، يمكن تحتاجي لشي غير المي، ما فيك تساوي لحالك. استني أنا جاي. Love done on the mind.